صحيح. راح نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. طبعا لقطات التلفزيون اظهرت الكابتن محمود البنا وبيقول لك كفايه تمثيل بقى في اللقطه اللي انت خدت فيها الانذار الثاني واتطردت بره الملعب، ايه اللي حصل في اللقطه ديت؟ والله يا كابتن كريم، انا ما مثلتش خالص. انا دلوقتي انا في قانون بيحميني جوه ضرب منطقه الجزاء، زي ما في لقطه من 3 ايام كانوا بيلعبوا البنك الاهلي، نفس اللقطه يمكن بتاعتي واضحه اكتر من اللقطه اللي فاتت بتاعت سامسون في ماتش البنك، فانا القانون بيحميني. فانت انا لما انا جيت قمت قلت له انا ما بمثلش، انا ارجع حضرتك للفيديو اكيد هتشوفها، وده حصل. والفار رجع الكابتن محمود وبرضه صمم على القرار، بس انا بقى انا ممكن يكون ما كانش موفق، انا ده برضه احنا بشر فطبيعي لازم نغلط، بس انا بحمد ربنا دايما، يعني بحمد ربنا ان احنا قدرنا نعدي الماتش. لما كابتن محمود البنا راح يشوف اللقطة على الفيديو على الفار، حسيت انه هيرجع في القرار؟ بصراحة أكيد 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 إن الفار يرجع القرار، فطبيعي شاف حاجة إحنا مش شايفينها في الملعب، ما طبيعي لما زي ضربة الجزاء بتاعت أحمد حمدي، أنا من نص الملعب من بعيد أنا شايفها إن ما فيهاش حاجة، لأن في تلامس الكورة الباك رايت بتاعنا هو اللي لمس الكورة قبل أحمد حمدي، وده قانونا أنا الكورة أدام لمستها قبل الخصم خلاص بتبقى لصالحي. بس فهو الموضوع هو الكابتن محمود ممكن ما كانش موفق في اللقطه دي، مش عارف انا مش عارف هو كان بيفكر في ايه، بس انا ما اقدرش اتكلم لان الناس كلها كانت شايفه. صحيح. بس كابتن حسام، عايز اسالك بقى ايه الفكره او ايه الكيمستري او الكيمياء اللي بينك وبين سموحه دايما متالق مع فريق سموحه؟ بص والله يا كابتن كريم، انا هقول لحضرتك حاجه، انا اتفضل. كنت في النادي الاهلي طبعا نادي كبير، وكان ليا حلم ان انا اشارك واتالق ومنتخب، كان في تفكير تاني، واكيد الكره زي ما فيها مكسب فيها خساره، وزي ما انت مش موفق وممكن تكون موفق، فهو ممكن يكون عامل التوفيق ما كانش موجود معايا، فانا طلعت من حته نفسيه قدرت ان انا ارتاح نفسيا عشان اقدر العب وارجع تاني، والحمد لله كان ربنا ده بعد ربنا ان انا اكون موفق في الاختيار، وخاصه السنه اللي فاتت ان النادي سموحه كان بيمر بازمه، مش هو نادي سموحه بتاع السنين اللي فاتت، يعني احنا قدرنا الحمد لله بالشغل مع الجهاز الفني قدرنا نرجع النادي، يعني الحمد لله دلوقتي نادي سموحه بيتعمل له الف حساب، صحيح. فده اللي كان المفروض يحصل من بدري. عايز اسالك على حاجه بتتكرر دايما لما بتسمع ناس بتتكلم تقول لك والله اصل تيشيرت النادي الاهلي كبير على بعض اللاعبين وبعض اللعيبه ما بتقدرش تشيل تيشيرت النادي الاهلي، وكان الكلام ده بيتقال عليك وبعض اللاعبين الاخرين اللي راحوا على النادي الاهلي، بتقول ايه؟ والله اقول لحضرتك اتفضل حاجه، اتفضل. هو التيشيرت طبعا ليه هيبه، واهلي او زمالك طبعا اي لاعب يتمنى يلعب في الناديين اي لاعب، بس الفكره ان دايما انت بتحكم على اللاعب مش عارف انت بتحكم عليه من ايه، من دقائق لعبها، وانا دي بس الفكره، انا طلوعي من النادي الاهلي مش عشان كابتن كريم اللي انا اثبت للناس اللي انا كذا كذا، لا انا اوريدي الحمد لله انا كويس، بس هي الحته النفسيه اللي ما كانتش، هو الموضوع كان نفسي. طبعا انت عارف دلوقتي معظم السوشيال ميديا عامل مؤثر في مصر دلوقتي وفي العالم كله، السوشيال ميديا فطبيعي ممكن يكون بيتاخد بيها شويه، ممكن مش عارف، بس انا طلوعي من النادي الاهلي مش طلوعي عشان اثبت لحد او داخل حرب عشان اثبت لدوت ان انا كويس، لا انا طلوعي ان انا كنت عاوز ارجع حسام واقف جنب النادي في الازمه اللي كان موجود فيها، فالحمد لله ربنا قدر يوفقنا باللعيبه بالجهاز الفني قدرنا نعمل حاجه كويسه، لان النهارده الحمد لله قدرنا نكسب بنادي كبير زي نادي الزمالك، وده تكليل لمجهود لتعب ناس كتير. طيب انت خارج من النادي الاهلي اتكلمت انه موسيماني ظلمك وما كانش بيديك حقك بشكل كامل، عايز اسالك سؤال تخيلي شويه، وانت قاعد بتتفرج على النادي الاهلي دلوقتي حاسس ان انت لو كنت بتلعب مع مارسيل كولر كنت هتتالق معاه؟ اكيد طبعا، انا لعبت مع مستر كولر، لعبت معاه كام ماتش بس ما كانش في نفس مكاني، ما كنتش بلعب سترايكر كنت بلعب طرف، ما خدتش معاه وقت كبير. هو مدرب كويس طبعا، وانا برضو الحته برضو عشان برضو ايه الميديا، انا فعلا مستر موسيماني مدرب كويس جدا على فكره، انا مش ده مش عشان مثلا لعبنا وما لعبنيش، لا هو الراجل حقق انجازات مع النادي، و انا ما ينفعش انا اللي اقول ده وحش، مش انا اللي هقيمه، لان ارقامه
وخد بطولات، خد بطولتين افريقيا، فطبيعي ده الطبيعي. هو فعلا مدرب كويس، ومستر كولر مدرب كويس، لان النادي الاهلي يا كريم اي حد بيمسكه لازم يكسب، مطالب انك تكسب، مطالب. ايوه بس انت اشتغلت مع الاثنين، اللعيب دايما، انا بقول كده، اللعيب دايما هو اللي يعرف كمان يقيم المدرب زي ما المدرب يقدر يقيم لاعب. اللعيب بيعرف المدرب ده بيشتغل كويس، اللعيب ده بيشتغل تحت كويس. مستر كولر انا اشتغلت معاه، انا كنت مبسوط فعلا، انا كنت مبسوط، بس انا حسيت ان انا برضو مش هكون من الاولويات اللي انا اكون موجود او في التشكيل الاساسي. لا انا اختار، انا اخترت ان انا اكون، انا اطلع اعاره، اكون فيها، ارجع حسام، ابدا ان انا اشارك بصوره اساسيه، خاصه ان انا قعدت سنه ونص مشاركات دقايق، واتحسبت عليها مشاركات كتير. ودلوقتي الكوره هنا في مصر دلوقتي وفي العالم كله بتتكلم بارقام. صحيح. الحمد لله انت تطلع من النادي الاهلي وتقدر تساهم من 17 ماتش، يعني الحمد لله مساهم في 13 جول السنه اللي فاتت، والحمد لله. والسنه دي الحمد لله الواحد ماشي بصوره كويسه، مش انا اللي اقيم نفسي برضو كده، بس انا لسه عندي اكتر من كده ان شاء الله. كابتن حسام، بالمناسبه في يناير اللي فات، فتره الانتقالات الاخيره، ارتبط اسمك شويه في بعض التقارير الصحفيه بينك وبين نادي الزمالك، هل وقتها فعلا حد كلمك بخصوص نادي الزمالك؟ والله شهر يناير اللي فات لا، هو ممكن يكون اخبار تداولت، بس انا ما انا ما عنديش مشكله ان انا العب لنادي الزمالك، نادي كبير طبعا، ده شرف كبير لاي لاعب طبعا.